حضرت لكم اليوم وصفة الكندر كيك، وأكيد تلاتة دني كلها شوكولا مثل ما كنتم شايفين، بس صدقوني وصفة كتير طيبة ومكوناتها موجودة عندكم بالبيت أكيد أكيد. بدنا لهيدي الوصفة 4 بيض، ملعقة صغيرة فانيلا، نص ملعقة بيكنج باودر، كباية طحين، ربع كباية سكر، وحوالي 2 أو 3 ملاعق كبار كاكاو حسب الكاكاو يلي عندكم. بنبلش أول شي بخلط البيض، وبدنا نضيف عليه السكر على مراحل والفانيلا. لازم نخفق كتير منيح، فأنا تعبتني إيدي وقررت أنقل على الميكسر، لأنه بدنا نضلنا عم نخفق لحتى يصير لون البيض بهالشكل، بتحسوه قالب على أبيض. لما نوصل لهالمرحلة بدنا نبلش نضيف الطحين والكاكاو، بس أهم شيء أنه ننخل الطحين وبدنا نضيفه على مراحل، وأكيد البيكنج باودر ما تنسوه، بنضيفه على مراحل وبنصير منعوز هيك ملعقة وبنحركهم سوا. وانتبهوا انتو عم تخلطوا الطحين والكوكو باودر بقلب خليط البيض، بنخلطه شوي شوي، ما كتير كتير يكون في استعجال. بنوصل بالاخر لهيدا القوام، بدنا ننقله هلا على الصينية وبندخله على الفرن. درجة حرارة الفرن 180، بياخد حوالي 20 لـ25 دقيقة ماكسيمم. وبعدين دغري بيجهز الكيك، بنطلعه بنقلب القالب وبدنا نتركه يبرد. انا اكيد هون بعد ما برد قمته من القالب وبقصيته بالنص. بعد ما نقصه بالنص بنرجع كمان عم نتركه يبرد، ليكون ما احلاه من جوا. بنحطه على جنب ونبلش نحضر طبقة الكريمة. بدنا 4 حبات كيري او حيا لكريم تشيز انتو بدكن تعوزوه. سو انا نقيت اليوم كيري، فيكن تعوزو فيلادلفيا، فيكن تعوزو بوك، يلي متوفر عندكن بقلب البيت. اول شي بدنا هيك مثل نخلطهم، وهلا بنضيف كريمة الخفق. عندي هون حوالي 3/4 الكباية، واكيد طرشت الدنيا فنقلتهم على جات اغمق، وبدلني بخفوا لكريمة الخفق كتير منيح مثل ما كنت شايفين بتكثف عنا. وهلا بزيد عليها السكر الناعم، عندي حوالي 2 ملاعق كبار سكر ناعم، وبرجع بزيد الحليب المكثف المحلى، 1/4 كباية من الحليب المكثف المحلى، وبنخفقهم كتير منيح. بصير عنا القوام بهذا الشكل، بندخله شوي على البراد قبل ما نعوزه. هلا بعد ما طلعته من البراد بدي صير اعمل اللايرز يلي عندي هون. هلا انا يلي عملته هو انه مثل ما كنت شايفين حطيت طبقه الكريمه ورجعت حطيت القطعه الثانيه من الكيك فوقها، بس صراحه لبكتني كتير بالتقطيع. نصيحه مني لكم انه انتم قطعوا الكيك لهيك مربعات صغيره واعملوهم وحده وحده. انا يلي عملته هون مثل ما كنت شايفين انه طبقتهم على بعضهم ورجعت غلفتها لهيدي الطبقه كلياتها ودخلتها على الفريزر لمدة ساعة قبل ما قطعتها. هلا بدنا نحضر صوص الشوكولا. عندي هون كريمة خفق انا مسخنتها وضفت عليها 1/2 كباية شوكولا داكن، وبدلني بحركهم كتير منيح لحتى يدوب الشوكولا والكريم مع بعضهم. بعدين اكيد بضيف عليهم شوية زبدة تيعطي هاللمعان الحلو، وكمان عم نخلطهم كتير منيح. هلا بنطلع الكيك من البراد. مثل ما كنتم شايفين انا هون قطعته، بس كتير استصعبت تقطيعه، فنصيحة مثل ما قلت لكم قطعوهم، قطعوا الكاتو بعدين احشوه وحطوه بالبراد، وبعدين مثل ما كنتم شايفين بتغطسوه بالشوكولا، غطسوه كتير منيح بالشوكولا، وبترجعوا اكيد لازم تدخلوه على البراد لحوالي شي ساعة قبل التقديم ليكم احلاه. هون رجعت كل قطعة قطعتها لقطعتين، سو عملوا لي 8 قطع، عن جد شي كتير بشهي. ناطرة منكم تجربوا هيدي الوصفة وتبعتوا لي صور على الانستغرام، وما تنسوا تعملوا لايك لهالفيديو وسبسكرايب لماي تشانل لوصفات طيبة.